The best thing that happened in 2023 could be the opportunity to be here in the presence of Imam Hussein alayhi salam and Hazrat Abbas alayhi salam. كثير حاولنا كذا مرة نجي وإن شاء الله الحمد لله مش الحال. It's my first time that I am here. آخر زيارة 78 اللي زرتها. وتمنيت من الله سبحانه وتعالى أن يبلغني أن أزور في هذه السنة والحمد لله رب العالمين شكرا لله على ذلك. أتمت العام بزيارة الإمام الحسين. I am so grateful to Allah سبحانه وتعالى that I got this opportunity to be here. الشيء الذي حدث لي العجيبة الغريبة هو أن مجيء إلى هنا. نعم جئت من نيجيريا إلى كربلاء لأدرس علوم الإسلامية والدينية والمذاهب الإمامية. كنت أتمنى ب 2022 يصير عندي أخ ب 2023 وتحقق حلمي. أنا مو بيا سكر اسم الله عليك؟ ها؟ المضخة ركبتها ببطني بالكرياس الصناعي. أكو هذا مثل شو اسمه واير ببطني يطب وكل ما يرتفع السكر هو يظل يعبر أنسولين منه. أتمنى أطيب من السكر وبعد لا مضخة ولا شيء. أصير مثل الأطفال الطبيعيين. بعد هذا أريد أن أرجع إلى دولتي وأبلغ هكذا ما شاء الله. يعني أنت أيضا يتقن الشهادة في سبيل الله إن شاء الله. الله يطعمنا زيارة الأربعين. الله يرزقنا بنت الحلال إنه الزواج. إن الله مع الصابرين. Allah loves the person who has patience. So I will work upon the quality to have patience in me. For everything. يعني عائلتي بدي احملها بدي بحب حافظ عليها بحب تضل مرافقتني بكل السنين مش بس بال24 ان شاء الله احمل وياي السنه ال24 هي الثبات على الولايه الحمد لله ان شاء الله بحس انه الواحد افضل شيء ممكن يقضي يعني يحتفل فيه او يقضي وقته او يستقبل فيه سنته جديده بالعباده بالتقرب الى الله تحديدا ان هو بارض مقدسه انا بالنسبه لي كل سنه متعود انه اجي ازور اقضي عند الامام هنا اي عند الامام هذه هنيئا لنا هنيئا حق الواحد اللي يجي يزور الامام ما ينولها الا ذو حظ عظيم